أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة برنامج أوتوكاد. في هذه المحاضرة راح نتعلم أمر مهم جدا من أوامر التعديل ألا وهو الأمر أوفست. طبعا الأمر أوفست يستخدم في الرسم المعماري كثيرا وخصوصا الرسم الإنشائي. طبعا الأمر أوفست مثلا عندي دائرة، طبعا هذه الدائرة مثلا نصف قطرها خلينا نقول 50، طبعا الدائرة صغيرة. طبعا حبيت هاي الدائرة تتكرر إلى الخارج بمساحة مثلا 5، يعني هي 50 وحبيت أرسم دائرة تبعد عن هذه الدائرة 5. في أما أجي هنا أرسم دائرة، يعني راح تكون مثلا ما أعرف أنه هذه سنتر أنا رسمتها أو قطر، خلينا نرسم مثلا 55 جيد. يعني أما أرسم دائرة 55 أكبر من عدها بخمسة، أو نجي نختار الأمر offset. الأوفست هو رسم بإزاحة معينة، فنجي إلى offset راح يطلب من عندي specify offset distance، يقول لي حدد لي الإزاحة أو المسافة شقد الأوفست اللي تبعد عن الرسم اللي تريده أنت. مثلا راح أختار 5 موافق. بعدها راح يقول لي حدد لي الجزء اللي تريد أسوي لك إلى نسخة بمسافة معينة هذا الجزء، فراح يقول لي إنه هاي المساحة تريدها للخارج، لو تريدها للداخل انزل لي جوا، اذا خليتها للبرة راح يكون لي برة. ايضا بامكاني اسوي اوفست جديد وراح يكون الاوفست بازاحة او مسافة 5. ايضا بامكاني اغير الاوفست مثلا اخلي 10 واجي اختار هذا الجزء مثل ما نلاحظ هذا هو الاوفست. جيد، طبعا الاوفست ممكن يصير للخطوط، عندي هذا خط ومثلا هذا الخط 50 وحبيت اسوي خط اخر بمساحة مثلا 3 او 4 او حتى ممكن 5، فاجي الى offset اكتب مثلا هنا ايش قد المساحة اللي اريدها اللي تبتعد مثلا 5، هيقول لي حدد لي الخط، هذا هو الخط وهذا هو الخط. جيد، ايضا الoffset ممكن يصير للمربعات مثلا، فمثلا عندي مربع راح يكون يقول لي حدد لي الركن الأول وبعدها راح يقول لي حدد لي الأبعاد، مثلا هذا المربع راح يكون 5 × 5 أو مثلا 100 × 100 في دايميتر، وراح أختار 100 عفوا طبعا دايمنشن وليس دايميتر 100 ومن ثم 100 للارتفاع. جيد، أيضا بإمكاني أنه أسوي offset، مثلا راح أختار offset 10 وبإمكاني أنه أحتاج هذا الoffset. جيد، الآن تعرفنا على الأمر offset. طيب شنو فائدة الoffset بالمجال الإنشائي؟ مثلا أنا عندي رسم مثلا غرفة، هذه هي الغرفة مثل ما نلاحظ، وليكون هذه الغرفة 5 × 6 مثلا. جيد، طبعا دائما بالرسم الإنشائي يرسمون الحوائط، وهذه الحوائط تكون عبارة عن خطوط أخرى، يعني مثلا إذا أريد أرسم الحائط الخاص بالغرفة مثل ما نلاحظ هذا هو الجزء هذا اللي تلاحظون الملون، هذا هو الجزء الخاص، هذا الحائط الخاص بالغرفة. وطبعا في الغالب الحائط هذا يكون سمكه ربع متر، يعني 0.25 متر أو 0.25، يعني معناه ربع متر، يعني هذا دائما يعني خلينا نحكيها بالعامية سمك الطابوقتين، يعني هنا أنا مو راح نصف الطابوق هذا مثل ما نلاحظ، طبعا طابوقتين هذه الطابوقتين سمكهن 25 سنتيم أو 0.5 أو حتى ممكن يكون بلوك، أيضا البلوك يكون العرض 25. طيب أنا ما معقول أجي أرسم يعني الجزء الأول وبعدين أجي أرسم الجزء الثاني، لا أجي أرسم الجزء الأول وأسوي offset للجزء الثاني بإزاحة أو مسافة 0.25. يعني مثلا راح أجي أرسم هنا غرفة، أجي إلى مثلا هذا المستطيل وأختار الركن الأول بعدها dimension، راح تكون عرضها 4 وراح أكتب هنا 4 انتر، وارتفاعها راح يكون 5، فأجي هنا أكتب 5 ومن ثم أوكي. إذا ألاحظ أنه هذه غرفة، طيب هذه الغرفة حبيت أسوي الحوائط الخاصة بها، أجي إلى الأمر offset وراح يقول لي حدد لي شقد الأوفست السمك أو الإزاحة أو المسافة اللي تبعد عن الجزء الأول، طبعا راح يكون 0.25 اللي هو ربع متر، ف
فأجي هنا. أما الغرفة إذا كانت الصافي يعني الجزء يعني خلينا نتراجع هنا، إذا كانت الغرفة بالقياسات بالتصميم مخلين إنه أبعادها يعني 50 هذه الصافي من الداخل 5×6 فراح يكون الأوفسيت للخارج. إذا كان لا الأوفسيت هو من الخارج من هنا، يعني من 5×6 هو من الخارج يعني الحيطان من ضمن مقاسات الغرفة، فراح يكون الأوفسيت إلى الداخل. طبعا لنفترض إنه إحنا الصافي يعني صافي الغرفة هو 5×6 فراح يكون الأوفسيت إلى الخارج، فراح أجي أحدد هذا الجزء وأطلع إلى الخارج فراح يكون عندي هنا للغرفة. طيب وهكذا طبعا نقدر نرسم بقية يعني مثلا البيت. طبعا راح نجي ناخذ مثلا غرفة أخرى ممكن نخليها بصف هاي الغرفة. أيضا نجي إلى الأمر ركتانجل، وطبعا راح يقول لي حدد لي الركن الأول. مثلا أنا أجي هنا أحدد، خلينا نجي نكبر، أنا أريد الغرفة الثانية اللي هي 5 تكون من هنا يعني تبدي، بس ما أريدها تكون يعني ملتصقة مع هذا الخط، أريدها تكون هنا. طبعا شنو اللي أسوي؟ طبعا هذه أوامر الأوبجكت سناب راح نشرحها إن شاء الله بالمحاضرة القادمة. إن شاء الله المحاضرة القادمة راح تكون خاصة بالأوبجكت سناب. إذا لاحظ أنه هنا عندي هذا اللون الأخضر، هذه الخطوط أو المربعات اللي هي باللون الأخضر، ممكن هذا هنا يكون عندي خط، ممكن يكون عندي مربع، ممكن يكون عندي أشكال أخرى. هذا تسمى Object Snap علامات الالتقاط أو أدوات الالتقاط. طيب شنو الغاية من عندها؟ الغاية أنه أنا لو ردت أرسم خط، هذا خط بدون Object Snap، طبعا إذا أجي هنا أضغط كليك أيمن Object Snap Setting وراح أجي مثلا ألغي End Point، هاي كلها راح نشرحها إن شاء الله يعني إن شاء الله بالتفصيل كلها. Clear All، خلي أجي ألغيها ومن ثم أوكي. طبعا انا سلغيت الاوبجكت سناب، هذه كلها راح نشرحها ان شاء الله الاوبجكت سناب، بس هسه كمثال انا هسه اجيت يعني لغيت الاوبجكت وحبيت ارسم خط يلامس هذا الركن، شنو اللي اسوي؟ طبعا اجي هنا اخلي الماوس قريب عليه واجي اضغط كليك ومن ثم انتر. اذا لاحظ انه هذا الخط هو ملامس لهذا الركن. طبعا انا اشوفه هو ملامس ولكن في الاصل هو غير ملامس. اذا اجي اكبر 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 اذا لاحظ نشوفه اصلا اولا نازل وثانيا بعيد عن، شوف لاحظ بعيد. هذا طبعا هندسيا خطأ كارثي، ما يصير هيك خط، فلابد انه يكون ملامس. طيب شلون اخلي الخط يكون ملامس تماما؟ اجي هنا اضغط كليك ايمن على هذا المربع Object Snap Setting، عندي هنا الاند بوينت افعلها والسنتر، وطبعا ذني كلهم راح نشرحهم ان شاء الله. مثلا ذني يكتفي، فعد ما فعلت الاوبجكت سناب راح عد ما اتقرب للركن اذا لاحظ هنا راح يطلع لي مربع اخضر، يعني معناه يقول لي انت هسه حاليا ملامس تماما. عند ما اضغط هنا كليك وارسم، اذا اجي هنا اكبر راح الاحظ ملامس تماما بالمضبوط. طيب ذني ادوات الاوبجكت سناب راح نشرحهم وراح ناخذ امثله عليه عديده ان شاء الله بالمحاضره القادمة. طيب أنا أريد أرسم خط مقابل هذا الخط وملامس لهذا الخط، شنو أسوي من خلال الأوبجكت سناب؟ أخلي بهذا الركن وأمشي طبعا أجي أنزل هنا بهذه المنطقة، مثل ما لاحظ أنه راح يكون عندي خط، هذا الخط مقابل هذا الخط وملامس لهذا الخط مثل ما تلاحظون. جيد، طبعا هذه هي الغرض من الأوبجكت سناب. هنا يعني فقط حبينا نهيئكم للأوبجكت سناب، إن شاء الله راح نشرحها بالمحاضرة القادمة. طيب أيضا بإمكاني أنه أرسم خرائط البيوت وبطريقة أخرى بطريقة اللاين، يعني مثلا عندي غرفة اللي هي مثلا 4×5، أيضا أجي من خلال الأمر لاين أجي أضغط هنا كليك وراح يكون البعد 4 وأنزل إلى الأسفل راح يكون 5، وطبعا راح أمشي 4 وراح أصعد انتر. أيضا أقدر أعمل offset، أجي إلى الأمر offset وراح أكتب 0.25، وطبعا بإمكاني أنه أحدد هذه الأجزاء، يعني أما وحدة وحدة أما يعني أقدر طبعا أعمل طرق أخرى، أما أقدر أعمل جوين لهذه الأجزاء وأسويها عبارة عن شكل واحد وأسوي لهم أوفسيت. طيب مثل ما لاحظ أنه صار عندي هنا أوفسيت. أيضا بإمكاني أعالج هذه المساحات المفرغة،
يعني هنا أنا مثل ما نلاحظ أنه شرحنا إحنا بأول محاضرة أنه هذا هو خط لاين وليس بولي لاين، يعني خط متقطع لابد أنه نحول هذه الخطوط إلى خطوط متصلة مع بعض. طبعا نقدر نحولها إلى خطوط متصلة من خلال أنه نحددها كلها، وطبعا نجي إلى أوامر التعديل، وعندنا الأمر اللي هو join، هذا هو الأمر join. أضغط على أوكي، إذا ألاحظ أنه فعل الخطوط وحولهن من خطوط متقطعة إلى خطوط متصلة. الآن من أجي أعمل offset 0.25 راح ألاحظ أنه راح يكون عندي offset منتظم تماما مثل هذا الشكل. طبعا هذه مقدمة للأمر offset ومقدمة لرسم خرائط البيوت، إن شاء الله راح نتعمق أكثر من خلال المحاضرات القادمة. طبعا واجب هذه المحاضرة هو رسم مجموعة دوائر ونعملهن offset، ومجموعة خطوط أيضا offset، ومربع وأيضا نعمل له offset. هذا راح يكون هو واجب هذه المحاضرة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذن الله.